السلام عليكم، انا حفيظه من مدينه صفرون. انا القصه ديالي هي انا كنت عايشه في واحد العائله بسيطه، ما عندهمش مساكن، ما بحالتهمش. با مسكين كان راجل عيان، كان مسكين ما بحالتوش، وكان نعس غير فركنا. مي كانت كتخدم في الموقف، انا اضطريت باش نمشي نخدم في سميتو في الديور. مدة 9 سنين وانا خدامه في الديور، كنت كنتعرض هكا المشاكل، كنت كنتعرض بزاف ديال الحوايج، ما كنتش كنبيل مالي نضار. المهم مش غنقول لكم، درت 16 عام، جا واحد السيد خطبني مالي نضار، تزوجت به. فاش تزوجنا دوزنا هكا مدة حتى درنا ولدنا وليد. المهم هو اش غنقول لكم، هو كان كيفرش غير في الارض، هو تا هو ما كانش عنده. انا بغيت نبدل تماره بتماره، ولاني لا غالب ولدنا الوليدات. المهم فاش ولدنا الوليدات ولدت مع ثلاثه ديال الوليدات، كنت عايشه في العروبيه غير الخلا والقفار، ما كنتش كنتجمع هكا مع الجيران، ما كنتش متعارفه مع الجيران بزاف. المهم فاش حملت بالبنيته، هو كان عنده شي مشاكل مع العائله ديالو، تشد وانا بقيت هكاك تما مشرده في العروبيه، لان ما كنعرف حتى شي واحد تما. خفت على وليداتي وخفت الناس يدخلوا يتكرسوا على وليداتي، مع كان هو غير كاري تما. خرجت انا جيت عند امي وانا حامله، امي كاريه غير بيت واحد خدامه في الموقف وكتخدم على خواتاتي صغار. وانا فاش جيت عندها ورغبتها، قلت لها امي خليني امي غير نولد عندك وغنشوف ما ندير. قالت لي بنتي انت كتشوف بيت صغير، ما عندي فين نزيد كنتي ولادك. قلت لها الله يعطيك الصبر، بقيت كنرغبها رغبوها الجيران. قالت لي غير تولدي شوفي فين، شوفي زعما شنو غديري. مهم شدتني داك الايامات، ولدت خرجت نفيسه للزنقه، مشيت عند واحد مول سميتو مول بارك. قلت له الله يعطيك الصبر خليني نعس هنايا حداك واحد العسات. قلت له خليني نعس حداك هنايا الله يعطيك الصبر، ما عندي فين نمشي. قال لي المهم انا غادي تنعسي، ولاني قال لي ما عندي ما ندير لك اختي. قلت له الله يعطيك الصبر غير رد عليا البال. المهم بقيت نعسه تما شي مده 10 يوم، وانا نعسه تما في الزنقه دايره غير ميكانه والدراري. جات واحد السيده قالت لي مالك بنتي عايشه، مالك جالسه في هذه الحاله هذه؟ عاودت لها المشكل ديالي كامل، ما كنتش كنقدر تنزيد لان كنت مازال نفيسه. قالت لي كيفاش؟ قلت لها انا ما عندي فين نمشي. قلت لها امي مسكينه ما بحالتهاش، وانا خرجت ودابا الله يعطيك الصبر وقفي معايا. قالت المهم انا راه محسنه وما جبديش سميتي، انا غنكري لك مده عامين وداك الساعه تشوفي شنو غديري. المهم مشيت قلبت على واحد الكراج، كرات لي هي، جات عند مول الدار قالت له انا، قالت له انا ضامنه هاد السيده هادي، كرات لي عامين. فاش كرات لي عامين تسالت داك العامين، جات عند مول الدار قالت له انا راني غنمشي بحالاتي، شوف انت ما دير معاها. جا عندي قال لي بنتي دابا ما كاينش اللي ضمنك، ديك السيده اللي كانت ضامنك مشات بحالها. قالت لي قال لي دبر على راسك. ما لقيت ما ندير. قلت له عافاك سيدي الله يجازيك بخير. قال لي ما عندي ما ندير لك بنتي. قال لي واش انت غتسكني هنايا فابور؟ شوفي فين تمشي. صافي خرجت هكا الجيران مساكن اللي تما جمعوا لي 7000 ريجيت لهاد الحومه القديمه، كريت هاد البيت لا مالادو، غير واحد السيده اللي عطاتني الخيط ديال الضو، ما عنديش حتى الماء. المهم كريت مده 3 شهور، دابا هنايا عام ونص وانا ساكنه، دابا راه عام وشي حاجه وهي وافيا الكره. مولا الدار داعياني كل مره كتجي كتهددني باش نخرج، ودابا انا ما عندي فين نمشي. وهاد البيت هذا شوفوا الحاله كي دايره، ما عنديش حتى الهواء، ما عندي ما كاينش حتى شي شرجه اللي يدخل الهواء. ودابا 4 الدراري ما عندي فين نمشي بهم، دابا انا غير غادي تخرجني هادي غادي نمشي للزنقه، ما عندي لا عائله لا حتى شي واحد. وهاد البيت كله بق وكله طوبات، وراه ما عندي لا فراش لا حتى شي حاجه، غير واحد السيده اللي عطاتني هاد البونجات هادو، والجيران هما اللي كيعطوني ما ناكلو. دابا الله يجازيكم بخير اخوتي المحسن اللي كيشوف هاد الفيديو يعاونني، غير هكا الا كانت شي سكينه ولا شي حاجه راني كنتقطع على ولادي، ما بغيتهمش هكذا يخرجوا بحالي، حيت انا راني محطمه في قلبي، ما بغيتش ولادي حتى هما يتحطموا بزاف. تقهرت في حياتي وما بغيتش الدراري يتقهروا حتى هما. الله يرحم الوالدين، عاونوني اخوتي، عاونوني، راه الوليدات حسبهم ولادكم وانا راه اختكم، وراه الشيء راه ما كتغوي حتى شي حاجه في الدنيا، كلنا غنموتوا. الله يرحم الوالدين، عاونوني اخوتي، دابا راني ما كنقدرش حتى نمشي هكا لشي بلاصه نخلي ولادي. كنت كنمشي كنخدم في واحد الديور، حركت علي واحد المراه قالت لي ما كتلقى فين تخلي بنتك، بنتي خرجي عليا. وخرجت دابا انا جالسه هنايا لا ماكله لا حتى شي حاجه، انا حنا جالسين بالجوع هنايا بالجوع، ولادي ما كنلقى لا ما نلبس لهم لا ما نفرش لهم حتى شي حاجه ما عندي. ودابا حاليا كنزيد ونطيح، كنزيد ونفشل ونطيح، ما لقيتش حتى باش ندوز على صحتي، انا كنموت، راسي كيحرقني كل نهار، وحياتي تدمرات، ما عندي حتى شي واحد. امي جمعات خواتاتي وخوات البلاد ما عرفتهاش حتى فين مشات. ودابا انا راه ما نكذبش عليكم، وليت بحال داك الحنج اللي مقطع له راسي، ما لقيت عارفه ما لقيت عارفه لا فين نمشي لا فين نجي. خوتي عاونوني، راه ما عندي حتى شي واحد في الدنيا غير الله وهاد الوليدات، حسبهم ولادكم اخوتي، غير شي سكينه شي بيت ولا شي حاجه، المهم غير عاونوني اخوتي، راه ما عندي فين نمشي، راه ما عندي حتى شي واحد. الله يجازيكم بخير اخوتي، وهاد النداء هذا كنوصلو لاي واحد اللي في قلبو الرحمه، وانتم راك خوتي وانا اختكم في الاسلام، الله يجازيكم بخير. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع